بمناسبة الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، تمينا لين تكلمنا شوي على ذاك الخطاب ونقولوا فيه خطاب المليك رفذناه على الصب العين ودرناه فوق الراس ودرنا مزاه أفراد وقبائل وأحزاب اتناطرنا وتناطرناه ولات الشيوخ ونواب حزناه إله وسملناه إله الخطاب افتح باب علينا ما قط فتحناه فتحوا هذا المليك الشاب محمد السادس لولاه المغرب ينصاب ويشهاب شوفوا المغرب شوفوا المغرب حقق مسعاه الما في السهر وفي الهضاب والجهل كسر شوقه ومحاه في المدن وكشاه والاصباب والعلم عرفنا من مغزاه ودخلنا من باب الكتاب الخطاب منين درسناه الحقناه جابي لك جاب الجهوية فيها جاه والحكم الذاتي تحت قلاب خطاب المليك رفدناه على الصب العين ودرنا مزاه فوق الراس ودرنا مزاه افراد وقبائل واحساب دارك لي نغنوا اغنية دلالي يلا صفوا شوي هو
نعرفكم على الفرقه. ساق ما تخطينا الاغنيه الثانيه على اله الجيتار الفنان محمد بيدغارين. صفقوا له شوي هو. المغني الثانيه بدار سليمه. صفقوا له شوي هو. العازف على اله البيانو الاول تامك عبد المالك. العازف الثاني كمال زهوان. على ايقاع الباتري باروتين عالي. على ايقاع الطبل حسان فردان. على ايقاع الدربوكة عيسى الطاهري. خربكم حسان فنيش.